بوصلة السعادة مع الدكتور أسامة الملا. حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد عبر أثير إذاعة بي سي إف إم. نحييكم في بوصلة سعادة جديدة مع ضيفنا الدائم الدكتور أسامة الملا. وأنا أسامة بالخيل أحييكم أيضا في بوصلة جديدة. أسامة دكتورنا حياك الله. حياكم الله أسامة وحيا الله المستمعين والمستمعات الكرام، وأهلا مجددا بالسعادة من خلال أثير إم بي سي إف إم. دكتور خلينا نقول اليوم أحد مسببات السعادة إيش هي؟ ذكرنا كثير لكن نبغى برضو كمية أكبر. صحيح، من أهم أسباب السعادة لدينا أسامة أن يكون لدينا هدف. بمعنى كثير من الناس أسامة قد يقبرون، يعني يذهبون إلى حتفهم نهاية حياتهم دون أن يحققوا أهدافهم. لماذا؟ لسبب بسيط، أنهم لم يضعوا أجندة لأهدافهم. كما قلنا في السابق أسامة، هرمون السعادة مرتبط بالإنجاز، مرتبط بأنك يكون لديك أجندة، أن يكون لديك تارجت. هذا التارجت، هذا الهدف، هذا الحلم، هذه الرغبة الملحة لتحقيق أحلامك، يعني ستستنفر كل طاقاتك، خلاياك الذهنية، خلاياك الجسدية ستصبح في حالة يقظة دائمة بسبب أنك لديك هدف. أعطيك مثال، يعني لو أب اليوم فاجأ ابنه بعد نهاية الامتحانات وعمل له ملعب في الفناء الداخلي للمنزل، ملعب كرة سلة، وحط الأرضية. أنت تعرف أسامة كرة سلة لها أرضية خاصة وكرة خاصة وسلة خاصة، وهم يركبون الملعب. أسامة حطوا الأرضية واشترى الكرة، ولكن المقاول الخاص بالملعب قال والله الهدف السلة بكرة أعطيك إياها لأني ما عرفت أركبها اليوم. فحط العمود لكن لم يضع السلة. اجعل ابنك يلعب بهذه الكرة، مستحيل يجلس أكثر من دقيقتين، حيمل. لكن فور ما تضع الهدف أسامة بشكل فطري بدهي، هو سيحقق متعته من خلال التسديد على الهدف. جميل. بمعنى بآخر أسامة، من لم يضع هدفا لمشوار حياتي حتى لو كان أهداف مرحلية، في الواقع هو منع نفسه من أن يتذوق السعادة، لأن السعادة مرتبطة بتحقيق الأهداف. جميل. وهدفنا هو مستمعين الكرام أن تكونوا بخير وأن تصلوا لسعادة دائمة في حياتكم. تقبلوا تحياتي أنا أسامة بالخيل وضيفنا الدائم الدكتور أسامة الملا، ونلتقي في بوصلة من بوصلة السعادة في حلقاتنا القادمة. في أمان الله. بوصلة السعادة مع الدكتور أسامة الملا.